المعنية، عبرنا عن بطبيعة الحال عن يعني عدم قبول مثل هذه التصرفات، وتلقينا ضمانات من طرف الإخوان في مصر، من طرف السلطات المصرية، يعني لاتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان أمن الفريق الوطني. نعم سيد الوزير، ماذا عن مقابلة يوم السبت وماذا عن التحركات التي تجريها الفيفا الآن؟ الفيفا كما قلت عقد الخبراء، عقد اجتماع قاموا بتقييم الوضع، والآن ننتظر النتيجة. ما عندناش يعني جواب من طرف هؤلاء الخبراء هذا المساء، ممكن بكرة يعني يعطيونا كل المعلومات حول ما سوف يتخذونه من من قرار. إجراءات. وإحنا نطلب يعني من الفيفا، طلبنا من ممثل الفيفا تحمل كامل مسؤوليتهم، لأن نرفض يعني شكل ومضمونا كل ما جرى لفريقنا الوطني، ولو يعني وهذه للأمانة أقول بأن السلطات يعني المصرية أخذت عموما أقول يعني كل التدابير اللازمة، وهذه الحادثة يعني تقع في كل يعني النواحي العالم، وما لازمش يعني لازم نخليوها في قالبها الرياضي، وما يمكنش يعني أن تؤثر سلبا على العلاقات الطيبة، العلاقات الحسنة، العلاقات الجيدة المتواجدة التي تربط شعبنا وبلدينا. نعم السيد الهاشمي جيار، وزير الشباب والرياضة، كنتم معنا من القاهرة عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. هذا وكان الهاشمي جيار وزير الشباب والرياضة من القاهرة، قد دعا جمهور المنتخبين الجزائري والمصري إلى التمسك بالروح الرياضية العالية والتشجيع المثالي، معتبرا اللقاء مباراة في كرة القدم فقط، وستبقى كذلك مهما كانت هامة وحاسمة ومهما كانت النتيجة، فإنها لن تؤثر على العلاقات التاريخية والقوية بين الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين البلدين. وبخصوص تذاكر المقابلة، أكد الوزير رفقة سفير الجزائر بالقاهرة عبد القادر